باذن من ضمن الاسئله، السلام عليكم، بتعملوا ايه لما بتقدموا استقالتكم بتكونوا متاثرين وانتم ماشيين بعد عشره 5 سنين في نفس المكان، لدرجه انك ممكن تحس ان قرارك غلط بس عشان متعلق بالمكان والناس ومش عارف انك رايح على مكان احسن والمكان اللي انت فيه مش احسن حاجه؟ الحقيقه هي انت مش بتعمل حاجه، ده شعور طبيعي، شعور انك قعدت في مكان ده. انا شخصيا لو انا مسافر مثلا بقعد ابص على سريري، لو انت راجع وحش يعني اكيد انت قعدت مع مكان وتفاصيل ومكتبك، وانا لا اخفى عليكم في اول مكانين واكتر مكان اشتغلت فيه كنت بمشي ماشي معيط يعني، لكن بعدها بشهر بالكتير والموضوع بتمشي وفي الترك، في الترك راحة، في الناس أبدال وفي الترك راحة، يعني في الناس أبدال يعني بتشوف ناس جديدة بتلاقي فيها راحة أكتر، الناس بتعرف على الناس أكتر، بتروح شغل أفضل، بعد ما بتمشي بتعرف بجد بصورة أوضح مين الكويس ومين الوحش، ولكن التعلق ده بيتحول إن بنحمد ربنا إحنا مشينا وإن إحنا شفنا فرصة أفضل ونقول يا رب والدنيا كويسة. ده شعور طبيعي، مشكلة إن إحنا مش بنقبل مشاعرنا، أكسبت المشاعر دي، تقبل ده وخد وقتك، ودايما ابقى على السيرة إنك كسبت سيرة طيبة، وقبل ما تمشي سلم على الناس ووزع عليهم بونبوني وكده وتوكل على الله، ولكن لما تروح المكان الجديد وتنبسط بشغلك الجديد شعور الزعل هيقل شويه شويه شويه، لكن مش هتنسى المكان ولا زمايلك، وممكن تختار وقت تخرج معاهم. طبعا الايام مش هتعرف تقابلهم زي الاول، ابعت لهم على الواتساب مع الاعياد على الفيسبوك والحاجات دي، ولكن مبروك على الشغل الجديد وتعمل فيه ذكريات افضل وافضل، ولكن مع الوقت حماس الشغل الجديد هيشغلك واصحابك من الشغل الجديد هيبقوا كمان اصدقائك، والدنيا بتمشي، وقول يا رب وربنا يكتب لك اللي فيه الخير باذن الله.